برافو يا ناني، برافو. كابتن حسن المسكاوي وشك حلو، مساء الخير. قول لي انت الجون بقى اشرحه لنا. لا طبعا احنا يعني انا توقعت شويه كده ان احنا نلعب بنزعه هجوميه من اول المباراه زي ما عملنا مع غانا، والنزعه دي موجوده شويه، وضيعنا فرصه في اول المباراه من عبد الله السعيد، والهدف الجميل بتحرك رائع من النني، تحرك تكتيكي. معلش انا بتكلم يعني عندي زحمه شويه. لا معلش فطبعا الحمد لله يعني هدف جميل وتحرك رائع من يعني قيمه الهدف اللي سجله النني ان هو بالتحرك بتاعه. يعني التحرك اللي ما بين صلاح والنني يعني في تمام. والحمد لله يعني احنا مش هقول لك الناس عامله ايه يعني. تفتكر كده هنبدا ندافع يا كابتن ويضغطونا بقى في الناحيه الثانيه ولا هنكمل كده؟ لا ان شاء الله نلعب بنفس التوازن ده. هم قلقانين مننا شويه بالتاريخ يعني. بال 86 و2008 هم عندهم القلق ده. انا الحمد لله يعني ان شاء الله احنا لازم نعزز الهدف ده بهدف تاني لانه الكاميرون مش هيسكتوا طبعا. طبعا اكيد لازم احنا نهدي اللعب شويه دلوقتي وبعد كده نبتدي نرجع تاني نحاول نخطف كده جون كمان ان شاء الله يعني باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حسن مستكاوي.